تحقيق سريع على بعض الأحداث العالمية والعلامات لغاية 29 نوفمبر 2016. مرة تانية اللي يحب يتابع البث المباشر قال اللينك بتاعه، لو حد حابب يشوف الأخبار اللي أنا بقولها أو الحاجات اللي أنا بقولها. ومرة تانية وتالتة ورابعة اللي بكررها كل أسبوع، أنا لا أقصد أخوف حد، الناس اللي بتخاف أنا آسف ما تزعلوش مني، لكن مش ده كان هدفي على الإطلاق. الحاجة التانية أنا ما أقصدش أحدد مواعيد ولا حاجات معينة وأقول هو ده أو هو ده، مش ده هدفي برضو على الإطلاق. أنا كل اللي أقصد أقوله إن في علامات ربنا قصد يقولها لنا بوضوح، ودي مكتوبة بوضوح شديد جدا في الكتاب المقدس، بتحصل، بدأت تحصل قدام عينينا. زي العلامات، ليه بقول إن إحنا مهتمين إن إحنا نلتفت؟ لأنه ربنا قال لنا العلامات دي مهمة بحياة الاستعداد لينا كمسيحيين، إن إحنا نلتفت إليها وتخلينا نلتفت لحياتنا الروحية. يعني إيه أقصد أقول حياة الاستعداد؟ إن إحنا نخلي بالنا من حياتنا الروحية قبل ما يسرقنا الوقت. نجمع زي ما بقول زيت في مصابيحنا، زي المثال العشر عذارى، يكون عندنا زيت كافي، إحنا نور العالم. وأيضا لازم يكون عندنا زيت يكفي ان يكون مصابيحنا مضاءة لغاية ما يجي العريس، حتى لو ساد الظلام فترة معرفش قد تطول او تقصر، او اي حد ممكن يسلم وضعته في اي وقت، حتى لو الرب يسوع المسيح جه بكرة، جه القرن الجاي معرفش، او ممكن ربنا يجي في اي وقت. اللي اقصد اقوله محتاجين نستعد بالايمان العامل بالمحبة، نثمر بالخدمة، نجمع زيت في مصابيحنا. ربنا قال لنا علامات كتيرة زي ما قلت، تقوم أمة على أمة، مملكة على مملكة، حروب أخبار حروب، هنسمع عن زلازل عظيمة، الزلازل تزيد في العدد في القوة. أيضا ربنا قال لنا هيكون في مجاعات بسبب الجفاف اللي بيزيد، أو بيئة، هنسمع عن أمراض وبائية كتيرة تنتشر في أماكن كتيرة، مخاوف بأشكالها المختلفة، علامات عظيمة في السماء، علامات في الشمس، مخاوف من انفجار شمسي، مخاوف من أجسام فضائية بتسقط على الأرض، على الأرض كرب، أمم بحيرة البحر، العالم مضطرب، الناس تبقى خايفة من خوف انتظار مياته على المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع حين يذئب سرون ابن الإنسان أتيا في سحابة بقوة ومجد كثير، عجائب في السماء، آيات على الأرض، أشكال مختلفة، نار، دم، أنهار بتتحول لدم، بخار، دخان، براكين بتطلع بقت دخان باستمرار، الشمس تتحول لظلمة. كل ده هيحصل في الزمان الأخير قبل يوم الرب العظيم الشهير. الحل إيه؟ الناس تنتمي لحياتها الروحية، وكل من يدعو باسم الرب يخلص. ليه ربنا قال لنا العلامات دي؟ زي ما بقول، أول حاجة عشان ما نخافش. ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان لما نسمع عنها لا نرتاع، لأنه لقال الحاجات دي هتحصل، هو نفس اللي وعد وقال لنا لما هتحصل هو هيكون حافظ علينا، ومش هيدع أي شيء يقترب لا من عشب أخضر ولا من شجرة خضراء. الحاجة التانية علشان نؤمن في زمن بيشككون في كل كلمة في الكتاب المقدس، بيشككون في مواعيد ربنا، بل بيشككون في وجود ربنا نفسه. فربنا ساب لنا في كتابنا المقدس ما يشهد على صدقه ولما يتحقق قدام عينينا، فلنا علامات ونبوات لما تحصل قدام عينينا نصدق أن الكتاب ده دقيق جدا وكل اللي اتكتب فيه صح، لأنه مستحيل يكون متألف ولا ويكون بهذه الدقة في العلامات اللي تحصل مع بعض وتبدأ بهذا المنظر في الزمان الأخير. قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. وأيضا عشان حياة الاستعداد، متى ابتدأت؟ وكل مرة بركز على الكلمة دي، تكتمل إمتى ماليش دعوة، في سنة، في 70 سنة، في 700 سنة، معرفش. هو قال لنا لما تبتدي تنتبهوا، انتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب، ربنا قرب يجي. انت ما عرفش، لكن هو قال لنا اول ما تبتدي انت تبتدي حياة الاستعداد، لما عارف ربنا هيكون الزمان ده العالم وصل لمستوى من التكنولوجيا انه بيتفنن في سرقة وقت الانسان، من اخبار، من تلفزيون اللي وحده شر كبير، اللي يعرف فعلا ممكن يسرق وقت الانسان 24 ساعة، من مشاغل عالمية، من اسلوب حياة بيئي غريب ممكن الانسان لو ما التفتش يلاقي اليوم طار بدون ما لحق حتى يقول كلمة ربنا ولا يقرأ في الكتاب المقدس ولا حتى يصلي. اللي مش يلاقي اليوم طار، السنين والعمر كله طار من غير ما يلحق يعمل حاجة. فعلا بقي العالم والشيطان المتحكم فيه
يتفنن في سرقة وقت ويخلي الإنسان مش منتبه لحياته الروحية. فربنا قال لنا أول ما تشوفوا ده تفتكروا، لأن هو هيكون شغال من الناحية التانية ينسيكم الشيطان. فربنا قال أول ما تشوفوا العلامات دي بدأت تفتكروا تنتبهوا ترفعوا رؤوسكم وتنتبهوا لحياتكم الروحية لأن نجاتكم تقترب. علامات زي ما قال شوف علامات في السماء. علامات في السماء، اليابان ساعة ما حصل فيها الزلزال القوي كان في نفس الوقت بيحترق في السماء بتاعها نيزك أثناء حدوث الزلزال. على فكرة أبحاث كتيرة بتوضح ارتباط الزلازل بالأجسام الفضائية اللي بقت تمر أكتر بالقرب من الأرض واللي بتقع أكتر على سطح الأرض. بعض رواد الفضاء يقولوا بعض رواد الفضاء يقولوا أنهم رأوا ضوء قرب القمر، كرتين ناريتين مضيئتين بشدة فوق أسبانيا في 12 ساعة ورا بعض. احنا بينا نتكلم على اقتراب الأجسام في الأرض والأجسام اللي بتتحرق في الغلاف الجوي للأرض أصبح فعلا كثير، زي ما قال خاصة سفر الرؤية هنسمع عن النجوم تتساقط، فعلا نجوم السماء بتسقط. ولا أقصد النجوم العملاقة، أقصد كلمة نجوم اللي استخدمها الكتاب المقدس يقصد الأجسام الفضائية. كرة نارية تنفجر في سماء فلوريدا، ده من بي بي سي نيوز. ناسا ووكالة ناسا ووكالة فيما يراجعون سيناريو نيزك قاتل في لوس أنجلوس كتدريب بسبب المخاوف من اقتراب الأجسام الفضائية من الأرض، وده من نيويورك تايمز. فهم حتى زي ما قلت لكم أكتر من مرة ناسا ابتدت تقول it's not if it's when، يعني it's مش هل هتتخبط الأرض بجسم فضائي ولا لا، ده هو أنت، يعني هيحصل ولكن مش عارفين هيحصل أنت، قد يكون قريب قد يكون بعد فترة، فبيستعدوا بسيناريوهات لما ده يحصل. الطقس اللي أصبح فعلا العالم عبارة عن بحارة متقلب أمواجها، والطقس اللي أصبح غريب. متوسط درجات الحرارة العالمية تستمر في الهبوط في أكبر انخفاض في السجلات. عايز أقول معلومة، على فكرة معلومة الجلوبال وورمينج أو السخونة العامة دي مش صحيحة. احنا اللي شايفينه لخبطة في طقس الأرض بسبب حاجات بتحصل على الأرض طبيعية سبق واخبر بيها الكتاب المقدس، ملهوش دعوة بالخديعة بتاعة الجلوبال وورمينج. خديعة الجلوبال وورمينج دي خدعة بتنادي بيها بعض الدول في سبيل خداع بعض الدول التانية، ده الحاجة بقول عليه. على فكرة في أيام حارة اتسجلت في الخمسينات والستينات أحر من أي يوم شفت الأرض حاليا. كويس؟ طيب شكرا أستاذ ساموراي، أهلا وسهلا بحضرتك، خلينا أدي لك ورد. لكن أنا ما أقصدش أخلي أي حد تعيس على فكرة، بل بالعكس أنا يهمني أي حد يبقى فرحان في ربنا، فرحان بربنا، آسف أخطأت في التعبير. أي إنسان ينتبه للي بيحصل ويتجه لربنا هيكون فرحان، العالم هيكون تعيس وهيكون خايف، أي إنسان هيرجع لربنا عمره ما هيكون تعيس ولا عمره ما هيكون خايف. ربنا يبارككم. فالأبحاث توضح أكتر أن متوسط درجات الحرارة هي في الحقيقة تستمر للهبوط. إحصائيات وأبحاث توضح أنه لخبطة بارتفاع وانخفاض وليس سخونة بسبب أنشطة الإنسان، وده من ميل أونلاين بيقول stunning new data indicates El Nino drove record high in global temperatures suggesting rise may not be down to man-made emissions، يعني مش بسبب الحاجات اللي بيحرقها الإنسان، يعني حرائق الغابات بتعمل لخبطة في طقس الأرض أكتر بكتير من الأنشطة البشرية. الريكورد هاي والريكورد لو المتوسط بتاعهم هو في النازل، ده الحابب أقوله. أعتقد بعض حضراتكم سمعتوا حرائق برية كثيرة تنتشر في مناطق في إسرائيل وبسببها يتم إخلاء بعض المناطق من السكان، وده من ABC News. هروب 60,000 بسبب الحرائق الضخمة في حيفا،
واليونان وروسيا وقبرص وتركيا يرسلوا قوات تساعد في الإطفاء، وأعتقد كمان سمعت مصر أرسلت طائرتين عشان يساعدوا في إطفاء الحرائق. لكن الكارثة اكتشاف إن الفلسطينيين بينشروا الحرائق، حاجة غريبة، الناس دول يتفننوا في الشر. فإسرائيل وكل القوات اللي معاها دي بيحصروا الحرائق ويطفوها ويلاقوا الحرائق ولعت في ظهرهم مرة تانية. ليه؟ لأن الفلسطينيين بيعيدوا إشعال الحرائق في المناطق اللي بيحاولوا يطفوها. دي يعني أنا مش عارف إيه الشر اللي بيوصلوا له، مش عارفين كارثة الحرائق دي بتعمل إيه. ربنا يبارك حضرتك أستاذ آي ساموراي، ربنا يحافظ عليك يا رب. آسف جدا أنا كمان ما أقصدش حضرتك، ربنا يباركك، وردة ليك. نتنياهو يقول هناك أدلة التعمد في إشعال الحرائق التي تجتاح إسرائيل. الحرائق حرقت 32 ألف فدان، ده لغاية يوم الحد، ولغاية يوم الحد كانت قبضوا على 19 فلسطيني من اللي بيشعلوا الحرائق دول، متخيلين؟ العرب يفرحون ويحتفلون في المواقع الإلكترونية بسبب اندلاع حرائق برية في إسرائيل. أنا مش عارف أقول إيه في العرب دول، لا أنا إسرائيلي ولا فلسطيني، ولكن عمري ما هفرح في حد بيتحرق مهما حصل. بل أقدر أقول بحيادية أنا عمري ما سمعت إسرائيل فرحت في دولة عربية بسبب حرائق أو تفجيرات أو كوارث، وما أكثر الكوارث في الدول العربية. أنا عمري ما شفت جريدة إسرائيلية رسمية أطلعت أي حاجة فيها علامة شماتة أو فرح في كارثة حصلت في الدولة العربية، حاجة غريبة. إمام مسجد في كندا يقول اللهم احرق كل إسرائيل. وطبعا كابتن ترودو بالإدارة بتاعته عمر ما حد هيكلم الإمام ده للأسف. أتلانتا تضرب رقم قياسي في عدم نزول المطر. مدينة في أستراليا رغم دلوقتي صيف في أستراليا أو يعني بداية الصيف، تتحول للون الأبيض في الصيف من عاصمة برد ثلجي قوية. فيضانات تغرق 96 قرية في إندونيسيا. طيب ما قلناش ليه؟ أيوة ده غضب الله عليهم والله لازم يهلكهم عشان مسلمين والكلام ده، ليه؟ فعلا بالظبط أستاذ جيمي، المسلمين فعلا بيشمتوا في بعض كمان حقيقي، ما هو إلههم عليهم التشفي، مش إله الإسلام نفسه بتاع الغل ويشفي صدور قوم مش عارف إيه. تينيسي وغيرها تختنق في دخان كثيف وتظلم السماء في بعض المناطق بسبب الحرائق البرية القريبة. الزلازل اللي زادت زي بالظبط ما قالنا الكتاب المقدس، هنسمع عن زلازل عظيمة في أماكن، وبالظبط ده حصل في نفس الفترة اللي زادت فيها علامات كتيرة تانية وبدأت تحصل بنفس الأسلوب. زي ما قلت لغاية 2007 و2008 كنا بنسمع عن 30 زلزال قوي في السنة، والزلازل القوية اللي فوق 6 دي كانت تتعدى على الصوابع. أنا لغاية السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها كنت بقول رقم 5 من كثرته، السنة دي بطلت. يوم الثلاث اللي فات 32 زلزال، منهم 6 في نيوزيلندا وكتير 5 فما فوق. رقم 6 اللي كان نادر بينا نسمعه دلوقتي مرة على الأقل أو أكتر كل أسبوع. يوم الأربعاء اللي فات 31 زلزال، منهم 5 و7 تم تخفيض، كتير 5 فما فوق. يوم الخميس 44 زلزال، منهم 7 في السلفادور وكتير 5 فما فوق. يوم الجمعة 57 زلزال في يوم واحد، in one day 57 earthquakes one day، منهم 6.6 من 10 في تازخستان وكتير 5 فما فوق. يوم الحد
33 زلزال، 12 زلزال منهم يصنفوا أقوياء. يعني الزلازل واضحة ما يقدرش حد ينكرها. قارنوا معدل الزلازل دلوقتي 2016 بمعدل زلازل 2008 بنفس المقاييس ريختر الحديثة، بنفس الساتلايت ووسائل الإعلام والنشر وغيره، من نفس وكالة USGS اللي بتقول الزلازل كل يوم. وشوفوا الزلازل زادت ازاي، زي ما صدق الكتاب المقدس اللي قال لنا هذه العلامة وبمنتهى الدقة وفعلا بتحصل قدام عينينا، مما يشهد على دقة كل شيء في الكتاب المقدس. زلزال اليابان 7.3 سبب موجة تسونامي وصلت ارتفاعها في بعض المناطق إلى 10 أقدام، وده من التليجراف. زلزال السلفادور لم يسبب خسائر وباحة نشكر ربنا، ولكن كان فيه تحذير من التسونامي، وده من وكالة رويترز. زلزال كازاخستان اللي هو 6.5 سبب او 6.6 سبب خسائر كثيره، وده من ياهو نيوز. زلزال قوي في الصين 5 وشويه قتل فرد، ده من ياهو نيوز. انتوا عارفين اي زلزال 4.5 فما فوق يصنف ان هو زلزال قوي، وانتوا عارفين ان هو كل حاجه الضعف، يعني 4.6 هو ضعف 4.5 4.5 4.7 هو ضعف 4.6، زلزال 6 هو 10 أضعاف زلزال 5، وهكذا. البراكين، بركان جوجو كاتابيتل ينفجر وبقوة ويرسل رماد لارتفاع 5 كيلو متر في الهواء. بركان كامشتاكا في اليابان يطلق رماد كتير، وهذا الخبر قدام حضراتكم. وعلشان أوضح، زي ما قالنا هيكون في دخان كتير، وده فعلا اللي بيحصل، والبراكين بدأت تنشط وبكثرة وتطلق دخان كثير وبكثرة زي ما قالنا الكتاب المقدس هيحصل في أواخر الأيام. بدل ما كنا نتكلم على 3-4 براكين في السنة، بس بقينا نسمع عن كام بركان نشط في نفس الوقت. الأسبوع اللي فات بس كان في 19 بركان انفجروا في أسبوع، ده مش في سنين، ده في أسبوع واحد. وكالات الأنباء تعلن أننا في فترة خطرة من عدم استقرار البراكين. متخيلين؟ يوم الحد اللي فات من 3 أيام، الخريطة دي بتاعت 27/11 يوم الحد، دي آسف من يومين أخطأ، دي خريطة بتاعت البراكين النشطة في نفس اليوم. دول مش مجموع السنين، دول براكين نشطة في اليوم في نفس اليوم. متخيلين قد ايه؟ مش ده اللي قالنا عنه الكتاب المقدس الدخان اللي هيطلع كتير؟ وليه سبق وقال لنا الكلام ده؟ اولا عشان ما نخافش، لانه نفس اللي قال هيحصل الكلام ده هو نفس اللي وعد يحافظ علينا. الحاجة التانية علشان خاطر يؤكد صدق كلامه في الكتاب المقدس وعلامات نشوفها بعينينا في وقت يزيد التشكيك في الكتاب المقدس. والحاجة الثالثة والأهم عشان ينبهنا لحياة الاستعداد في زمن العالم بيحاول يشغلنا في مشغوليات العالم. موت الكائنات الجماعي زي ما قال لنا الكتاب المقدس، زي ما لنا هيحصل في سفر هوشع 4 وسمك البحر ينزع، وزي وتموت الحيوانات البرية قبل عقاب الإنسان، وزي ما قال لنا سفر صفانيا صح 1 بالظبط بيحصل قدام عينينا. كنا نسمع عن حالة في السنة، 2 في السنة أو 3، كلام ده لغاية 2006 و2007 بنفس الساتلايت ووسائل الإعلام والرصد وغيره. بيقص بينا نسمع عن كام حالة في الأسبوع دلوقتي. يوم 15 نوفمبر موت 40 طن، رقم 40 طن ده بقي خلاص معتاد، بينا لازم نسمعه مرة دلوقتي كل أسبوع، مش مرة في السنة، مرة في الأسبوع، من الأسماك في الشاطئ في المكسيك. هذا المنظر قدام حضراتكم. يوم 16 نوفمبر موت عشرات من سباع البحر في شاطئ في كاليفورنيا. يوم 17 نوفمبر موت مئات من الأسماك في شاطئ في فلوريدا في أمريكا. هذه الكمية دي كلها أسماك ميتة. يوم 18 نوفمبر موت 62 ألف من الطيور بسبب إنفلونزا الطيور في كوريا الجنوبية، ده من وكالة رويترز.
يوم 19 نوفمبر موت مئات من الأبقار بسبب المياه الملوثة بالمبيدات في الأرجنتين، زي ما قال سفر رؤيا 12: وسيخرب الذين يخربون الأرض. الإنسان هو اللي بيخرب الأرض بسبب كل التقلبات دي كلها. يوم 20 نوفمبر موت كم كبير من الأسماك في شاطئ في بيرو. أيضا في نفس اليوم موت الآلاف من البط والدجاج بسبب إنفلونزا الطيور في ألمانيا. يوم 21 نوفمبر موت 3 برافيل في شاطئ في نوفا سكوتشيا في كندا. في نفس اليوم موت 5000 من الطيور البحرية في بحيرة في ميشيغان في أمريكا. ده مش حصيلة سنين، ده أسبوع واحد. مرض غريب يصيب الثعابين الأمريكية، ده من بي بي سي نيوز. الأوبئة اللي زادت زي ما لنا الكتاب المقدس في لوقا 21 هنسمع عن أوبئة في أماكن. حادث غريب من نوعه وهو عاصفة رعدية قوية تسبب حساسية شديدة في الصدر لكثيرين، ومات بسببها شخصين، والآلاف مرضى في ملبون في جنوب شرق أستراليا. انتقال العدوى محليا لزيكا فيروس في تكساس، ده من نيويورك تايمز. لدغة من بعوضة دلوقتي أصبحت تغير حياة إنسان. لدغة بعوضة واحدة، فلدغة بعوضة غيرت حياة مدرسة وأصبحت مشلولة، ده من لوس أنجلوس تايمز. البكتيريا دلوقتي المضادة للأدوية اللي بتحصد أرواح في أنظف مستشفيات في العالم، في الدول الغربية كمان، أصبحت حد يعني لا يطاق. مخاوف من مفاعل فوكوشيما اللي بيه نظام التبريد وقف بعد الزلزال والسونامي اللي حصل، وده من راشن تايمز. والإشكالية ما سمعناش حاجة بعد كده. حروب وأخبار حروب اللي زادت قوي. بوتين يحرك أسلحة في تهديد جديد لأوروبا. بداية الموافقة على تكوين جيش الاتحاد الأوروبي. روسيا تحذر أمريكا أنها تتوقف عن عرقلة طريقها في حرب روسيا للإرهاب الإسلامي في سوريا. أنتوا عارفين أمريكا ما بتحاربش داعش بالطريقة اللي بيحاولوا يدعوها أو يمهوا بيها. الحقيقة أمريكا بتعرقل سوريا اللي بتحاول تحارب داعش في سوريا. فأمريكا ضد اللي بتعمله روسيا في محاربتها للإرهاب الإسلامي الداعشي في سوريا. كيم جون أون اللي هو رئيس كوريا الشمالية يكتب خطاب من 9 صفحات لترامب يطلب منه إنهاء التهديدات النووية، وده من فوكس نيوز. أمريكا والصين يتفقوا في الأمم المتحدة على عقوبات جديدة لكوريا الشمالية. كوريا الجنوبية تطور سلاح كهرومغناطيسي جديد لتستخدمه ضد الطيارات اللي بدون طيار من كوريا الشمالية، وده من راشن تايمز. اليابان تعد كتيب لإعداد المواطنين في حالة وقوع حرب نووية مع كوريا الشمالية، لأن اليابان متوقع عن حاجة زي كده ممكن تحصل قريب، وده من جريدة The Sun الإنجليزية. أيضا الطائرات الحربية اليابانية تسرع عشان تعترض قاذفات القنابل الصينية اللي بتطير بالقرب من جزيرة يابانية، وده من راشن تايم. يعني دلوقتي اليابان ضد الصين، واليابان ضد كوريا الشمالية، وكوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية ضد أمريكا، وأمريكا ضد روسيا، وروسيا ضد مش كل العالم ضد بعض، وباكستان ضد الهند، وكله ضد بعض. إيران تهدد لو أمريكا خلفت الاتفاق النووي مع أوباما. يعني بيقول إدارة ترامب لو حاولت تخالف الاتفاق النووي
الهدية اللي عملها أوباما لإيران بشكل لا يصدق، ده لو إنسان غبي ما كانش هيوافق على الاتفاق ده. فإيران بتهدد أمريكا لو رجعت عن أي مبدأ في مبادئ الاتفاق النووي الإيراني. أيضا القائد الإيراني يقول إسرائيل ستمحى في خلال 10 سنين. لو إسرائيل هي اللي كانت قالت التعبير ده كان أوباما يا حرام وفين الحرية وإزاي تقولوا الكلام ده وعيب، لكن إيران تقول التعبير ده أمريكا الأوباما يبلع لسانه ومحدش يتكلم. إيران تستخدم طياراتها المدنية والتجارية لتهريب أسلحة للمجموعات الإسلامية الإرهابية الموالية لإيران، واتهام لإدارة أوباما لموافقتهم على شراء إيران لطيارات جديدة. إدارة أوباما عارفة إن إيران بتستخدم الطيارات المدنية في نقل أسلحة للجماعات الإرهابية في سوريا، وأوباما بيوافق على الكلام ده وبيعدي. متخيلين؟ إيران قد تكون لها قواعد عسكرية بحرية في سوريا واليمن. سفينة حربية بريطانية بعد التدريب المشترك مع إسرائيل تقيم أمام سواحل إسرائيل وده يسبب احتداد. ده من ياهو نيوز. رئيس القوات الجوية الباكستاني يهدد الهند بحرب شاملة. ده من فوكس نيوز. بس الإشكالين انتوا عارفين ان باكستان والهند الاثنين عندهم أسلحة نووية، يعني الاثنين ده لو وقعوا في بعض العالم هيخرب. حادث تفجير إرهابي في مسجد شيعي في كابل من قبل داعش يوضح ان داعش في الحقيقة مش بتقل، داعش بتتوسع. داعش دلوقتي اصبحت في 34 دولة واكتر في افغانستان، وباكستان بتزيد كمان انشطتها. تقرير يوضح ان داعش استخدمت اسلحة كيميائية في 52 هجمة. فين اوباما؟ داعش تقول لأم لو مش هتتحولي للإسلام، آدي داعش لتمثل الوجه الحقيقي للإسلام، إسلام رسولكم الحقيقي. داعش تقول لأم لو ما تحولتيش للإسلام هنضرب ابنك بالرصاص قدام عينك. هو دي الأسلمة؟ آه فعلا الإسلام انتشر بالسماحة. دي ما فيش سماحة أكتر منها. لو أسلمتي هنسامحك وهنسامح ابنك ومش هنضربه بالرصاص قدام عينك. هي دي السماحة اللي انتوا تقصدوها صح؟ فرنسا تعرضت لمحاولة إرهابية فاشلة والقبض على 7 إرهابيين مسلمين. أيضا مسلح غالبا إرهابي مسلم احتجز 70 راهب ومسن وقتل 2 قبل ما يهرب، والحادثة دي حصلت في فرنسا وده من ميل اونلاين. حادث اطلاق النار او الطعن بالسكين انا اسف في جامعة اوهايو غالبا عمل ارهابي اسلامي قام به عبد الرازق علي اللاجئ الصومالي المسلم اللي ادارة اوباما سمحت لاشخاص زي كده يملوا امريكا في كل مكان بدون فحص. الشرطة تبطل جسم متفجر بالقرب من السفارة الأمريكية في الفلبين. إيه رأيكم في العالم اللي احنا أصبحنا عايشين فيه؟ المسلمين الأمة الوحشية فعلا إيديها على كل حتة، وفي كل حتة بيحطوا ألغام ومتفجرات وقتل ومصائب. فعلا أصبحت يد على كل واحد ويد كل واحد عليها. شبه دلوقتي مفيش دولة في العالم ما بتعانيش من الإرهاب الإسلامي. والعالم فعلا أصبح عبارة عن أمواج تضج. ده الخبر ده كان من فوكس نيوز. تركيا تعترض على قانون منع مكبرات الجوامع في اسرائيل وتعتبره اهانه. انت مالكم؟ اسرائيل انت عارفين طلعت قانون تمنع فيه استخدام المكبرات المزعجه جوه اراضي الاسرائيليه، المكبرات الاسلاميه بتاعه الصلاه الخمس مرات في اليوم اللي يصحوا الناس مخدوده ومفيش بقى لا يرعوا واحد عيان، واحد نايم، طلبة بتذاكر، ناس سهرانة أو غير، أو ناس عندها شغل بدري الصبح. فإسرائيل طلعت قانون بسبب الإزعاج الإسلامي. تركيا بتعترض. ليه تعترض؟ داعش تذيع فيديو
بتعلم مؤيديها في الغرب من المسلمين ازاي يقتلوا الكفار. كل واحد مسلم، ولا اقصد كل المسلمين، المسلمين في كتير منهم رائعين وبخاصة اللي ما تعمقوش في الفكر الإسلامي، لكن كل واحد مسلم يتعمق في الفكر الإسلامي ويحب يكون فعلا مسلم حقيقي زي ما بيقول الإسلام الصحيح والسيرة ويبقى زي رسوله، يبقى قنبلة موقوتة. أردوغان يتهم إسرائيل بالبربرية. قائد حماس يقول ان اسرائيل تلعب بالنار في قانون منع مكبرات الصوت في الجوامع في اسرائيل. ليه؟ يا اما تزعجوا الناس، يا اما كده تقاتلوا الناس لو قرروا مش عايزين ازعاج. القوات الاسرائيلية تهاجم داعش على حدود سوريا، وده من زويك. ونتنياهو يقول إسرائيل لن تسمح لداعش أن تفتح خط إرهابي في هضبة الجولان. انتوا عارفين أن أوباما كان عايز بأي شكل يشيل اليهود من هضبة الجولان، رغم أن هو عارف أنه تاني يوم هتكون ملك لداعش. أوباما لو كان نجح أن هو يجبر اليهود أن ينسحبوا من الجولان، أوباما كان متأكد أنه كان هيديها تاني يوم هدية لداعش. غريبة اللي اسمه أوباما ده. غزة ستصبح قاعدة تنطلق منها هجمات داعش، والغزاوية يبان على وجههم الحقيقي. قائد حماس يهدد إسرائيل بأن حماس تمتلك آلاف الصواريخ وتستطيع أن تضرب بها تل أبيب. غريبة، حماس ما رهاش غير أن هي تجيب صواريخ عشان تضربها ضد إسرائيل ويحموا صواريخهم بالمواطنين الأبرياء، مش يحموا المواطنين بالصواريخ، يعني العكس. الصواريخ بالنسبة لحماس أغلى من الناس الأبرياء والأطفال. المعلومات الشخصية ل 130 ألف عسكري في البحرية الأمريكية يتم التهكير عليهم، ده من NBC نيوز. أخبار عامة، خبر يهم اللي احنا كنا بنتكلم عليه النهاردة، اكتشاف محيط آخر عملاق في باطن الأرض على عمق 620 ميل تحت سطح الأرض. يقدر بعض العلماء أن المياه العميقة هي تمثل 1.5 من إجمالي كتلة كوكب الأرض، بين قوسين، وده مني أنا، ينابيع الغمر. كلام ده من ميل أونلاين، إيه رأيكم؟ ده يضاف لكل اللي انا قلته من شوية صغيرة لما تمس السؤال وتعليق استاذ اليكس عليه. علماء يدعوا انهم اقتربوا من تصنيع كمبيوتر بمخ بشري. مصادم الجزيئات سيرن هيزود من قوته، وده للأسف اشكالية، والبعض بيتهم ان المفاعل ده او مصادم الجزيئات ده ليه علاقة ببعض الكوارث اللي بتحصل، ولكن للأسف العلماء دول اللي شطحوا بيستمروا ومفيش حاجة هتوقفهم، حتى رغم علماء تانيين حذروهم ان ده ممكن يفجر الكرة الأرضية بالكامل زي ستيفن هوكينجز وغيرهم، لكن برضو مستمرين في التجارب الخطرة بتاعتهم. البعض يربطوا بالزلازل القوية اللي حصلت في الفترة الأخرانية، ويوضحوا ان بسبب مصادم الجزيئات الزلازل زادت. دراسة توضح أن البحث على جوجل يظهر أكثر مواقع اليسار الليبرالي، ده من فوكس نيوز. على فكرة فعلا جوجل مش محايد، زي ما كان مش محايد كان في صف كلينتون ضد ترامب في أمور كتيرة. على فكرة جوجل حتى ضد حاجات كتيرة ضد المسيحيين. على سبيل المثال، مش بس في الأمور السياسية، أنا عن نفسي واحد بشعر بهذا الأمر. لما أعمل أحيانا بحث عن حاجة معينة وأشوف بقية الحاجات المكتوبة عنها إيه في جوجل، مقارنة ما بين حاجة علمية والفرق في الفكر اللي قدمه والفكر الخلقي عن الفكر التطوري، نادرا إن لم يكن تقريبا ما بيظهرش المواقع اللي بتوضح خطأ التطور في النقطة دي، رغم كثرتها وكثرة مستخدميها. يعني المواقع بتاعت العلماء المسيحيين الخلقيين رغم من كم ضخم
وايضا كم ضخم من المستخدمين. لما تعمل سيرش في جوجل يطلع لك المؤيدة للفكر التطوري، ما يطلعش المؤيدة للفكر الخلقي واللي بتطلع خطأ التطور. وجوجل وفيسبوك متشابهين جدا في الأمر ده على فكرة. وصل الأمر إلى إنه خريطة جوجل تغير اسم البرج بتاع ترامب اللي هو ترامب تاور، تغير الاسم إلى دام تاور يعني برج الغبي. متخيلين؟ متخيلين الكلام ده وصلت لإيه؟ فآدي صورة من خريطة جوجل على ترامب تاور كتبها باسم دام تاور البرج الغبي. مش عارف أقول إيه ده. فخلي بالكم اللي بيستخدم الفيسبوك واللي بيستخدم أيضا جوجل سيرش، دول مش حياديين، يعني مش هتتوقع تلاقي الرأي الحيادي أو الرأي والرأي الآخر، لا. هم مع الاتجاه الليبرالي، مع اتجاه العولمة، مع اتجاه الإلحادي، مع اتجاه الشواذ، مع اتجاه السياسي زي هيلاري كلينتون وغيرها، مع كل هذه الاتجاهات، وضد الخلقيين، ضد المتحفظين، ضد المعتدلين فكريا. بحث يوضح ان اختراع تسمية اخبار كاذبة، الموضة الجديدة اللي طالعة اللي بيتكلم بيها اوباما باستمرار، هو فقط اكذوبة لتسكيت الاراء المعارضة اللي يسموها فيك نيوز. طول عمرها في ناس كذابة، وطول عمرها الاخبار موجودة وثابتة، لكن ادعاء الفيك نيوز دلوقتي عشان يبقى وصمة. عارفين دلوقتي زي ما عشان يقطعوا لسان المسيحيين في الغرب، اي حد يتكلم ويقول ارفض الشذوذ لانه خطيه على طول يوصف بليبل ان هو بتاع الكراهيه، وزي اي حد ممنوع يعترض على المافيا بتاعت شركات الادويه ويقول سلو داون شويه على الكوارث اللي بتعملوها بالتطعيمات، على طول يحطوا له الليبل يقولوا له هو انتي فاكسين. دلوقتي هيطلع اي حد يقول على فكره ان انتوا بتقولوه سياسيا مش صحيح، على طول يحطوا له ليبل بتاع ده بتاع الفيك نيوز. شطار قوي الشيطان دايما واتباعه في الالقاب الكاذبه. الشر يبقى حريه وعداله، النور الحريات، والحقيقي يتوصف بالكراهيه وبالفيك وبالكل الاوصاف الخطأ اللي متخيلينها. ادعاء الفيك نيوز اللي بيقوله اوباما باستمرار دي صيحة كذب جديدة هتبتدي تنتشر عشان يمنعوا أي إنسان يقول الحاجة الحقيقية، على طول هيوصفوه إن هو بتاع فيك نيوز. ده من واشنطن تايمز الكلام ده. فيسبوك يحاول إقامة علاقة علشان يعود ينتشر في الصين، وده من نيويورك تايمز. أنت عارفين الصين بتقلل الفيسبوك عندها. شركات الدعاية الإلكترونية الكبيرة تمنع موقع شركة الأخبار بيرت بارت بحجة الكراهية. انت عارفين الشركة دي فعلا بتقول اخبار حساسة وقوية وبتقدم عليها ادوية ادلة، على طول يدعوها ايه؟ لا ده هنمنعها عشان دي بتاعت كراهية. يا سلام، اللي يقول الحقيقة يبقى كراهية ويبقى فيك نيوز ويبقى ده متعصب ومتشدد ومتطرف والكلام ده كله. اهم حاجة يدوا لقب كذب. سيدة تجمع تبرعات بالملايين لإعادة فرز الأصوات في 3 ولايات. الغريبة إن هي ما اهتمتش بالولايات اللي كان قريب ترامب من هيلاري كلينتون، لكن اهتمت بالولايات اللي حست إن هي ممكن تخلي كلينتون تفوز، رغم إنه لا يوجد دليل واحد على إنه في أي خطأ صالح ترامب. لو يوجد، أنا قلت هيلاري وكلينتون، أنا معلش أخطأت، هيلاري وترامب، معلش سامحوني. مجموعة هيلاري كلينتون تنضم لجيل بعد انها جمعت 6 مليون دولار، ده من ياهو نيوز. يعني ترامب قال مش هيحاكم هيلاري كلينتون، او مش هينطلق وراها، طبعا هيسيب الاف بي اي يعمل اللي هو عايزينه، والمحكمة الامريكية تعمل اللي هي عايزاه، لكن هيلاري كلينتون هي اللي مش هتسكت، وفي الاخر هيتهموا ترامب بالكراهية، وهي هيلاري يا حرام مظلومة.
الشيطان الشرير الظالم الكذاب الحرامي بتاع الفساد هو المظلوم. والإنسان اللي انتخب بالحقيقة اللي فعلا المسيحيين قالوا كلمتهم هيتهم بالكراهية. مش عارف أقول إيه. المجموعة في كاليفورنيا اللي بيطالبوا بالاستقلال عن الولايات المتحدة بعد فوز ترامب عايزين يصعدوا الأمر للأمم المتحدة. ده من فوكس نيوز. اختفاء آلاف من كروت إقامة المهاجرين في أمريكا والكلام ده يفسد الأمن القومي. فين إدارة أوباما؟ نيويورك تستخدم ناقلات محملة بالرمال لحماية مهرجانات عيد الشكر. Thanksgiving. ده من رويترز. جامعة أمريكية قررت منع العلم الأمريكي. ومصيبة تامة. الأمريكان وصلوا لدرجة الضلال اللي عايشين فيه. المخ بتاعهم اللي اتغسل. إن هم من أصبحوا يكرهوا العلم بتاعهم. يكرهوا حضارتهم. يكرهوا تاريخهم. يكرهوا العقيدة المسيحية اللي اتبنى عليها الدستور بتاعهم. كل ده اللي بيغسلوا في مخ الشباب طول السنين الثمانية اللي فاتوا أكتر ووصلوهم للمستوى ده. مدينة إنديانا تقرر تغيير اسم عيدين وهو الجمعة العظيمة ويوم كولومبس. ليه؟ بحجة جعلهما يوم للكل. يوم الجمعة العظيمة ده فيه تفريع يبقى خلاص نغيره. يا سلام. أما ليه عندكم في إنديانا النتائج بتاعة المدارس بتقول هابي رمضان؟ ده من فوكس نيوز. حاجة غريبة الكلب مكيالين دول. إمام جامع في الدنمارك يعاقب بسبب تعليمه إن اليهود أحفاد القردة والخنازير. أول مذيعة محجبة للأسف في التلفزيون الكندي. وآدي سياسة مستر ترودو اللي هتجيب كندا الأرض. أخبار اقتصادية. الأسهم الأمريكية تحقق أعلى أرباح مستمرة في 3 أسابيع من ساعة فوز ترامب وده من CNBC. مخاوف من انهيار عدة بنوك في إيطاليا لو فشل رينزي ده من فاينانشال تايمز. الهند تصارع أثار سحب 86% من السيولة النقدية بعد قرار الرئيس بمنع العملة الـ 500 والـ 1000 روبي. انتوا عارفين ادهم سماح لغاية ديسمبر ولكن الناس خدت العملات الكبيرة راحت للبنوك. البنوك ما فيهاش فلوس. طيب يحولوا ازاي العملات ال 500 وال 1000 ده؟ فيه بيقول لك ناس بدأت تموت لأنها الفلوس اللي معاها أصبحت ملهاش قيمة. يروح البنك مش قادرين يغيروها. يروحوا المستشفيات يقولوا لهم يا تدفعوا يا إما مفيش علاج. الناس بتموت في الهند. أنا بتكلم بجد. كارثة اللي بيحصل في الهند هذه الأيام. بصوا منظر الناس بإيه. زيمبابوي تنشر مستندات نقدية كعملة لتسهيل مشكلة انهيار النقد ده من وكالة رويترز. اضطهاد المسيحيين اللي بيزيد قوي للأسف. قس مسيحي محبوس لمدة سنة في الصين لا يزال متمسك بإيمانه رغم التعذيب اللي بيتعرض له لمدة سنة كاملة. داعش والقاعدة يعدون لهجمات إرهابية إسلامية على المسيحيين في أوروبا في أعياد الكريسماس. آدي المحبة الإسلامية. آدي التسامح الإسلامي ولا بلاش. محكمة تظلم تصر على أن المدرسين يطهرون الفصول من التعليم المسيحية. أصل التعليم المسيحية دي بتلوث. أصلها بتنادي بالمحبة. أنتوا عارفين المحبة ده شيء شرير ووحش قوي. التعليم المسيحية اللي بتنادي فعلا بالأخلاق لا دي وحشة قوي محدش يستحملها. دي ده تلوث. لازم ننادي بالتطهير. الشذوذ نخلي الشذوذ ينتشر عشان التطهير. نخلي الكراهية تنتشر عشان التطهير. ما التطهير بيهم هو ان انت تنشر الحاجات اللي انا بقول عليها دي. واللي يخالف هيتفصل. المدرس المسيحي يترفد. واو. للأسف سلسلة محلات سلسلة محلات وول وورث تتخلص من زينة الكريسماس وترفض بيعها. ليه؟ لأنها أصبحت محلات إسلامية. ها آدي لما المسلمين يبقى ليهم صوت في حاجة يعملوا فيها إيه. مزايد عيد الميلاد للأسف ساخرة ولكن تباع بكثرة.
ده من اي بي سي نيوز، بص بيعمل مزايد بشكل قذر ازاي. طب اعمل تمثال بالشكل ده لاي واحد من الحاجات الباقيه اللي بيؤمنوا بيها الملحدين او واحد من القاده بتعوت الشواذ او غيره، وشوفوا كانوا يعملوا ايه. نشوف اذا كانوا بيحرقوا وبيكسروا في كل مكان عشان خاطر هيلاري كلينتون المعبوده بتاعته. لكن عند المسيحيين يعتبروها حريه. السويد تقف للدفاع عن قس كندي، يصدر قرار بحبسه في كوريا الشماليه مدى الحياه، ومستر ترودو ما بيعملش حاجه في كندا، حتى ما بيدافعش عن المواطنين الكنديين اللي بقى يتبهدلوا في العالم. السويد هي اللي بتدافع عن القس الكندي اللي طلع قرار بحبسه مدى الحياه في كوريا الشماليه. قاضي في زي ما عارفين ترودو ده اوباما على صغنن بس اكتر منه، بس على هبل كمان زياده، اسف في التعبير. قاضي في المحكمه العليا الامريكيه يقول ان حريه الاديان كالمسيحيه هي في موقف خطر اكثر من حريه التعبير. بيقول وصل الموقف، القاضي ده بيقول حقيقه وصل الموقف ان حريه الاديان كالعقيده المسيحيه في امريكا اصبح في موقف خطر، ما عندهاش اي حريه anymore. من زمان أستاذ بريكر، ويشوف الصور اللي لابس فيها زي إسلامي ترودو وقاعد في الجامع وبيأكل مع المسلمين وإدى حقوق للمسلمين أول ما فاز، وانت تفهم الخلفية اللي بيتصرف بيها. وكمان لما تشوفه بيتكلم وتشوف المستوى العقلي وثقافته المحدودة ازاي، هتعرف الخلفية اللي ورا الراجل ده بايعة ازاي. خبر جيد، ميانمار اللي قرب الهند ترى تحركات قوية للرب، وكتير جدا بيؤمنوا بالرب يسوع المسيح، الله الذي لا يترك نفسه بلا شاهد. العالم كله بيحاول يحارب ويخطف ولاد من ربنا، وربنا الذي يعمل في الخفاء بيجيب أضعافهم لي. بولندا شعب وكنيسة ورئيس يعلنوا أنه مسيح هو ملك بولندا، وعملوا حفل تنصيب رمزي لتنصيب المسيح ملكا على بولندا في الكاتدرائية. يعني رغم ان هو طبعا حاجة رمزية، ولكن حقيقي كانت رائعة قوي. 50,000 مسيحي من اللي هاجروا بسبب داعش يصلون معا للسلام، حتى للسلام وحتى لداعش. ادي المسيحيين فعلا اللي بيطبقوا تعاليم المسيح، حبوا اعدائكم. مسلم هاجر لبريطانيا وآمن بالرب يسوع المسيح واستخدمه ربنا، وأحضر 600 إيراني مسلم عبروا وآمنوا بالرب يسوع المسيح. الانحدار الأخلاقي اللي زاد قوي، وآسف على الأخبار اللي بتبقى في هذا الجزء. شركة زالس للمجوهرات تقوم بدعاية للشواذ في إعلاناتها الأخيرانية اللي بتجيب فيها صور سيدتين بيتجوزوا بعض. سيدة تريد أن تتحول جنسيا وتصبح راجل، ولكن قبل ما تعمل هذا الأمر تقرر تجميد بويضات ليها، عشان لما تتحول لراجل عايزة تبقى أب من البويضات بتاعتها. أنا مش آسف، مش عارف أقول إيه، I'm really sorry لو الكلام ده، يعني أنا آسف، لكن ده الكوارث اللي وصل لها العالم، اللي أصبح مجدهم في خزيهم. متخيلين؟ ملحد في كنتاكي يقاضي المدينة بعد ما رفضوا طلبه انه يعمل لوحة للسيارة الخاصة بتاعته مكتوب عليها انا الله. الراجل ده عايز يعمل لوحة وهو ملحد لا يؤمن بوجود اله، لكن عايز يكتب I am God على لوحة العربية بتاعته. بالذمة ده كلام؟ بعض مصممي الازياء يرفضون تصميم ملابس لميلانا ترامب، والإعلام زي CNN بيأيدهم ويقولوا ده حرية براحتهم. طب ليه؟ ليه مؤيدي الملابس يرفضوا يعملوا ملابس وأزياء لزوجة ترامب ويعتبروها حرية، وفي نفس الوقت بتعوت الملابس المسيحيين لما يرفضوا يعملوا ملابس لحفلة زفاف للشواذ يعاقبوهم بجريمة الكراهية ويخربوا بيتهم ويقفلوا محلاتهم ويدفعوهم غرابة كل اللي وراهم واللي قدامهم؟ ليه؟ ليه الكلب مكيالين؟ ليه؟ اشمعنى المسيحي اللي يرفض يعمل
ملابس لحفل الزفاف للشراز وعارف ان هم قاصدينه يوصم بالكراهيه ويخسر كل اللي وراه واللي قدامه وممكن يتسجن، لكن لو حد تاني زي المصممين الازياء اللي كراهيه ماليه قلبهم وعمي عينيهم يتوصفوا ان هو ده حريه. ليه الكلب مكيالين؟ للاسف واحد من الشواذ وهو من مؤسسي شركه باي بال يصبح عضو في فريق ترامب الانتقالي. ده اللي حاصل، وعشان كده قلت لحضراتكم المره اللي فاتت والمره دي ما تحطوش ثقتكم في بشر، لا ترامب ولا غيره، حطوا ثقتكم في ربنا. عشان كده بقول لحضراتكم التفتوا بحياتكم الروحيه. محتاجين حياه صلاه قويه. محتاجين حياه الاستعداد القويه، لان شايفين الزمن بيحصل فيه ايه. ما تتوقعوش ترامب ده هيكون ملاك، حتى لو كان ملاك هيتكسر بسبب الضغط الشديد اللي عليه، ده احتمال عالي. لانه انت عارفين الميديا الامريكيه قويه ازاي وواقفه ضده. فحطوا ثقتكم في ربنا. واهم حاجه اتجهوا لحياتكم الروحيه، تنقيه القلب والاستعداد بلباس العرس زي ما بقول لحضراتكم. ربنا يبارك حضراتكم، لكن شايفين اللي بيحصل قدامنا، الظلام بيسود ازاي؟ انتم نور العالم. عدوا زيت في مصابيحكم. جمع زيت كل يوم، لازم في نهايه اليوم تكون جمعت زيت قدام ربنا بالايمان العامل بالمحبه. ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان لما تحصل ما نخافش، زي ما قال انظروا لا ترتاعوا، وزي ما قال معلمنا بطرس اما خوفهم فلا تخافوه. ايضا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان لما تحصل نؤمن بصدق الكتاب المقدس اللي سبق واخبرنا بتحصل بمنتهى الدقه، بتحصل قدام عينينا مع بعض وفي نفس الوقت. في زمن بيشككون في كل كلمه في الكتاب المقدس وكل معلومه. والحاجه الثالثه والمهمه حياه الاستعداد. والشيطان برضه عارف ان ليه زمان يسير وبيحاول يسرق اكاليلنا ويفقدنا سلامنا، وعارف ان نجاتنا اقتربت وعارف ان عريسنا قرب. استعدوا، اي انسان ممكن يسلم وضعته في اي وقت، في اي واحد ممكن يقف قدام الرب يسوع المسيح بكره. فاهم حاجه حياه الاستعداد. ربنا يبارك حضراتكم. المسيح قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبه واستعدوا لاستقبال العريس.